صلاح زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي عشان نعرف اخر الاخبار والكواليس من النمسا. دايما في كل برامج قناه النادي الاهلي بنكون مع حضراتكم من خلال زميلنا فاروق صلاح علشان يشرح لنا ايه اللي بيحصل، الدنيا وصلت لفين، المعسكر ماشي ازاي، بعض الاكاذيب اللي بيتم ترديدها بنرد عليها من داخل معسكر النادي الاهلي، بنرد عليها مره ثانيه من داخل معسكر النادي الاهلي، لانه في كلام كتير جدا محتاج رد ورد قاطع وواضح من زميلنا فاروق صلاح. ازيك يا فاروق؟ جاهز فاروق يا شباب ولا؟ طب يلا بيك كابتننا الكبير الكابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك بتقول دايما المصداقيه والصراحه اللي متعودين عليها من خلال النادي الاهلي، من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، دايما بنقدم المعلومه الصحيحه لكل مشاهدينا ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم. طيب عندك معلومات صحيحه كثيره جدا او محتاجه معلومات كاذبه كثيره خلال هذا اليوم؟ احنا دايما بنطلع في اخر اليوم، فمعلومات كثيره كاذبه خرجت علينا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ارجو اكيد انت عارفها كلها طبعا. او هنبدا، خليني ابدا بانه اول حاجه، هل النهارده كان في مباريات وديه والغيت هذه المباراه بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي؟ أول كذبة وأول إشاعة، تفضل. كابتن إسلام، من أول يوم يعني طلعنا وخرجت مع حضرتك بنغطي أخبار معسكر النادي الأهلي في النمسا، لو الجمهور يتذكر إحنا كل كلمة بنقولها بحساب. يعني أول يعني لقاء ليا مع حضرتك من هنا من النمسا، قلت حتى الآن اللقاء الوحيد اللي تم تحديده هو اللقاء يوم 5/9، لقاء اللي هيكون ختام معسكر النادي الأهلي وهيكون بروفة قوية جدا للنادي الأهلي. وقلت لحضرتك يعني أنا فاكر كل كلمة قلتها، قلت مفيش أي أمور أو أي لقاءات لو استجدت أمور خلال الفترة القادمة أو 24 ساعة القادمة أكيد هيطلع عليها جمهور النادي الأهلي من خلال منصات النادي الأهلي الإعلامية ومن خلال قناة النادي الأهلي. النادي الأهلي ما كانش أصلا فيه مرتب لمباراة علشان يتم إلغائها، أو إن النادي الأهلي عنده إصابات، فالأمر ده غير صحيح بالمرة. وأعتقد الكلام الكابتن خالد بيبو أكد اللي إحنا قلناه يا كابتن إسلام، وإن إحنا دايما بننقل الصورة بكل شفافية والصدق الجمهور للنادي الأهلي. فيش اي اصابات في النادي الاهلي، وهاجل النقطه دي يا كابتن اسلام اللي احنا اتكلمنا في امور خاصه باللاعبين سواء اكرم توفيق او كريم فؤاد، لكن بالتحديد ان النادي الاهلي الغى المباراه علشان في اصابات، الكلام ده غير صحيح بالمره. النادي الاهلي اصلا ما كانش متفق على مباراه علشان يتم الغائها، دي اول كذبه يا كابتن اسلام بننفيها وبناكد يعني عدم صحه هذه المعلومه. مين اتخانق مع مين عندك يا فاروق؟ يعني مين ضرب مين، ومين اتخانق مع مين، ومين شد في هدوم مين، ومين مش عارف اتخانق مع مين؟ يعني الكلام اللطيف اللي احنا عمالين نسمعه من مش عارف اشمعنى النهارده، ولكن يعني الحقيقه فوجئت بعدد كبير من الاهلاويه بيكلموني بيقولوا لي هم طبعا مش مصدقين هذا الكلام، ولكن يعني برضو بيسالوا انت فاهم اللي هو ايه، هل يا كابتن بجد في يا جماعه حصل ايه؟ الناس ما بقالهاش يومين ما لحقوش يزهقوا يعني. اتفضل يا فاروق برضو، لانه ده في اطار الاشاعات وفي اطار الاكاذيب اللي بنسمعها طوال اليوم النهارده. يعني يا كابتن اسلام الكلام ده يعني ممكن يكون في مكان تاني لكن غير مش موجود في النادي الاهلي، يعني الامور دي خالص غير موجوده بالمره. يعني من برضو اكد من اول يوم احنا بنتكلم على روح الحب وحاله الحب اللي بين اللعيبه واضحه يعني على فكره في الصور اللي بتبعتوها لنا. خلاص اللعيبه انت قاعد معسكر انت طول بالظبط يا كابتن اسلام، ده انا عندنا يعني كمان انت يعني كنت انا اتكلمت مع حضرتك برضو يعني ايه ناخد الجماهير شويه الاجواء ترفيهيه، كنا اتكلمنا عن في العاب ترفيهيه بيعملها اللاعبين، شفنا التحدي اللي حصل بين اللاعبين مروان وامام عاشور وكهربا وقفشه، شفت الخناقه كانت عامله ازاي يا كابتن اسلام؟ اعتقد انا شايف خناقه على العجله دلوقتي ما بين الشناوي ومعلول، واتكلمت مع حضرتك وعلي معلول. على فكره بقى يا كابتن العجله دي كانت بتاعتي. الله، طب ازاي سبتها لهم يا نجم؟ ازاي؟ الكابتن محمد الشناوي والكابتن علي معلول طبعا يا كابتن اسلام يعملوا اللي عايزينه طبعا، يعني يعملوا اللي عايزينه طبعا. يعني بقول لحضرتك دي انت يعني انا بقول لحضرتك دي روح الكباتن مع البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي، فما بالك اللعيبه مع بعضها يا كابتن اسلام؟ يعني الكلام ده غير صحيح بالمره. انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه كمان، اتكلمنا على دوره البلاي ستيشن، وخليني اقول لك النهارده اول واحد خرج من البطوله طبعا محمد فخري بعد ما تلقى الهزيمه من الكابتن عمرو السولية 4-1. ثم بقول لك طاهر اللي كسب طبعا، رامي ربيعه طاهر غلب رامي ربيعه 5-0 يا كابتن اسلام. يا نهار اسود يا نهار اسود.
طب ما تقول لنا طاهر بيلعب بمين؟ بفرقة مين؟ لا يعني هو طاهر بيلعب ببرشلونة، يعني طاهر بيحب برشلونة؟ برشلونة، يعني طاهر من ال من ال لا يعني هقول لك، هو طار ما بين برشلونه وريال مدريد يا كابتن اسلام، يعني اللي هو طار يعني بيحب ريال مدريد طبعا. يعني طار بيلعب ببرشلونه. طب رامي ربيعه بيلعب بمين؟ المرشح الاول. لا ما كنتش شايف رامي بيلعب لا فاروق، بقول لك ايه، ركز يا فاروق، ده الحاجات دي مهمه جدا. طب مين تاني بيلعب بمين؟ يعني لكن شفت حد يعني غير طاهر بيلعب طبعاً بمين؟ لا كل كابتن محمد، الكابتن محمد الشناوي طبعا بيلعب بريال مدريد، في اللعيبه بتلعب بمانشستر سيتي، بتتكلم على عمرو السوليه بيلعب بالمان سيتي، كل اللعيبه حتى اللعيبه الناشئين يعني مشتركه في هذه الدوره. رضا عايز اقول لك ان كمان بالمره احنا بنتكلم في هذا السياق النهارده، كريستو يعني كريستو خرج تيتسيان اندويا مخطط الاحمال النادي الاهلي، ويعني في مشهد كان جميل جدا، كريستو برده من اللعيبه الحريفه في لعبه البلاي ستيشن. فيعني الامور دي والانطباعات دي يا كابتن اسلام، الروح الحلوه اللي ما بين اللاعبين، زي ما بقول لك اللعيبه عامله بطوله وعامله جدول، النهارده خرج فلان، لا بجد والله، فلان وفلان، ففي اجواء كده جميله يا كابتن اسلام. فكل طبعا يا كابتن في بطوله متنظمه ما بين اللاعبين، بطوله بلاي ستيشن. طب معلش يا فاروق انا اسف ان انا بقطعك كل شويه، ولكن خلاص في مواعيد النهارده فلان، مثل هذه الامور امور مهمه جدا، مين اللي مرتب البطوله؟ مين المنظمين لهذه البطوله؟ جوائز البطوله دي ايه؟ يعني هي البطوله بتبقى تنظيم وفكره طبعا يعني الكباتن النادي الاهلي الكابتن محمد الشناوي، كابتن رامي ربيعه، عمرو السوليه، علي معلول، طاهر. هو طاهر طبعا انت يعني طاهر نظرا يعني قوه مستوى طاهر محمد طاهر، وبالمناسبه يعني احنا كان لينا لقاء مع طاهر ان شاء الله هيكون مع حضرتك النهارده في برنامج البيت الكبير، اتكلم في امور كتير جدا ووضح امور كتير جدا. فيعني طاهر اللعيبه الكبار طبعا كل حتى اللعيبه الناشئين كابتن زعلوك ومحمد اللاعب معتز محمد مصطفى مخلوف، كل اللاعبين بتشارك في البطوله. الجوائز بقى كابتن اسلام كده هعرف من الكواليس الجوائز هتبقى ايه. طب بقول لك ايه يا فاروق، ابقى يعني صور لنا ماتش من ماتشات البطوله دي. يعني استاذن طبعا نجومنا ان احنا عايزين نصور ماتش من الماتشات دي. اكيد يعني هنحاول نصور ماتشات الدور قبل النهائي والدور النهائي باذن الله كده، ونشوف يعني الفائز الجايزه هتكون ايه باذن الله يا كابتن اسلام. الامور دي يا كابتن اسلام وانطباعها واللي احنا شايفينه من اللاعبين واللي لامسينه، روح مهمه جدا يا كابتن اسلام، بتخليك تعتز ان انت موجود في مكان كبير جدا زي النادي الاهلي، سواء انت فرد داخل المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي، اللاعبين، الروح يا كابتن اسلام. يعني والله يا كابتن اسلام احنا مش محتاجين ان احنا نتكلم على هذا الامر، ان حضرتك كنت واحد من لاعبي النادي الاهلي وعارف الامر دوت، وان الامور دي كلها بتبقى معتاده للنادي الاهلي. سر النادي الاهلي في قوته، سر النادي الاهلي وقوته في حاله الحب والاحترام اللي ما بين اللاعبين والتقدير لاسم النادي الاهلي. انا الحقيقه طبعا يعني انا يهمني طبعا كل هذا الكلام، لانه النهارده تحديدا يا فاروق معرفش طبعا اكيد انت سامع من الصبح لغايه دلوقتي اشاعات كثيره جدا جدا فيما يخص المباراه الوديه، ثم الاصابات، ثم الخناقات. يعني طب اصبروا شويه، يعني اصبروا لغايه اخر الاسبوع مثلا، يعني تبقى الدنيا يعني اللعيبه زهقت شويه فممكن، لكن دلوقتي على طول كده من تاني يوم ولا من تالت يوم الامور بتبقى صعبه جدا. عموما طمنا بقى على الشكل العام، النهارده كان تمرينه واحده، ليه تمرينه واحده؟ بكره كام تمرينه؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ طمنا بقى على الشكل العام. يعني خليني اقول لك يا كابتن اسلام، النهارده مستر كولر فضل ان يكون تمرينه واحده في الفتره المسائيه، لان غدا انا مقرر مستر كولر طبعا ان هيعمل تقسيمه قويه ما بين فرقتين من اللاعبين. يعني هيكون فتره اكتيفيشن صباحا لمده ربع ساعه، ثم انت عارف بقى اللي هو اليوم المعتاد اللي بيبقى يوم المباراه في القاهره بيبقى فيه فتره لمده ربع ساعه، ثم هيبقى فيه تقسيمه قويه طبعا ما بين فتره الربع يعني ساعه بتتعمل فيها ايه غدا اطالات وكده، يعني تدريبات جري خفيفه كابتن اسلام. بعض التمارين في
اوكي بالظبط بتبقى فتره اكتيفيشن، تدريبات، اطالات، بيبقى مشي او جري بالنسبه لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، بتبقى لمده ربع ساعه، ثم هيكون بقى في يعني زي ما قلنا كده هتبقى في تقسيمه قويه ما بين فرقتين من اللاعبين ان شاء الله غدا في الساعة الرابعة بمشيئة الله، الرابعة بتوقيت النمسا، الخامسة بتوقيت القاهرة. مستر كولر بيركز على كل التفاصيل يا كابتن إسلام، يعني احنا شايفين الراجل شغال على كل التفاصيل خاصة النواحي الهجومية. يعني مستر كولر وقف أكتر من مرة بيتكلم مع اللاعبين، القصور اللي احنا كنا بنعاني منها خلال الفترة الماضية والموسم الماضي، إن أنا عايز أزود الفعالية الهجومية للنادي الأهلي، إن أنا أقدر أستغل كل فرصة، ويعني أمور كتير جدا بيتكلم فيها مع اللاعبين، الكرات اللي يعني اللي مش عايزين نتكلم في نواحي فنيه كتير جدا يا كابتن اسلام حضرتك عارف طبعا، لكن بيشتغل على الجانب الهجومي بشكل مميز جدا جدا، اللعيبه كلها الروح اللي عند اللاعبين، في حافز مهم جدا بالنسبه للاعبين ان اول مباراه في الموسم هتبقى ببطوله، بالنسبه للعيبه اللي زي امام عاشور، زي رضا سليم، زي كريم ندفد، اللعيبه العائده للنادي الاهلي صلاح محسن مديهم دوافع كبيره جدا. ايضا الكابتن محمد الشناوي في كلامه مع اللاعبين مهم جدا، نكرر سيناريو الموسم الماضي ان احنا بدانا الموسم ببطولة أمام نادي الزمالك، يعني قبل ما أدخل مع حضرتك كانت اللعيبة مصطفى شوبير قاعد مع اللعيبة بيتكلم يا جماعة احنا عندنا 9 بطولات السنة دي، احنا هنلعب وننافس في 9 بطولات. فأعتقد الكلام يعني حتى الحديث الجانبية كابتن إسلام الكلام كله عن البطولات، الكلام كله عن اللي عندنا ايه، مش الكلام في اللي فات، لا احنا ما خدناش ايه، خلاص احنا نسينا الامر ده، احنا بنركز في اللي جاي، عندنا تحديات كبيره جدا. يعني وانت بتسمع يا كابتن اسلام الكلام ده الواحد بيبقى فخور بالعاليات اللي موجوده جوه النادي الاهلي، اعتقد دي امور مهمه جدا ومميزه جدا، ودي اللي بتميز النادي الاهلي. خليني برضه اقول لحضرتك النهارده يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي النهارده طبعا زي ما قلت مع حضرتك بالامس ان النهارده هتوجه اكرم توفيق وكريم فؤاد الى الطبيب النمساوي فينك للفحص الاخير، زي ما قلنا ان خلاص بيديهم بقى الابروف الاخير بالنسبه للمشاركه بصوره كامله في الالتحامات في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، ويديهم خلاص يعني التصريح بالمشاركه في المباريات، وطبعا موجود معاهم الدكتور محمد وفائي، وبالتالي هم تغيبوا عن المران اليوم، لكن الاتصالات هي دي الخناقه يعني الاولى، ما بينهم هي دي الخناقه الاولى. الدكتور تامر بتطمنا يعني فبتطمنا دي يا كابتن اسلام على الحاله اللي عليها اللاعبين. وخليني برضو ان انا اكد واشيد يعني فكره النادي الاهلي ان كان تاهيل اللاعبين في احد المراكز الطبيه في الدوحه، كان ده كان امر مهم جدا ساعد في كثير من الامور، وده الامور ده من الامور المهمه جدا. حضرتك عارف ان يعني جراحه الرباط الصليبي مهم جدا مرحله ما بعد العمليه، مرحله التاهيل، ودي كانت يعني لها تاثير كبير جدا في عوده اكرم توفيق وكريم فؤاد يا كابتن اسلام. وانا باكد لك بالظبط، فانا باكد لك ان شاء الله جاهزيتهم ان شاء الله يكونوا جاهزين لاول مباراه النادي الاهلي ياخدها ان شاء الله، المباراه امام الفريق الاتحاد العاصمه في مباراه السوبر الافريقي باذن الله. طيب النهارده نص كم، ها مفيش جاكيتات، هو النهارده الجو افضل من امبارح يا كابتن اسلام، هو في يعني سقوط امطار بس خفيف شويه، لكن الجو احسن بكتير. بس يعني اقول لحضرتك يا كابتن اسلام والله يعني احنا فعلا المكان اللي احنا فيه ممتع جدا، يعني الجو درجه الحراره يعني حتى لو في لسعه لو في الجو، ولكن هي ممتعه شويه، لعيب الاجواء دي يعني محمسه اللعيبه اكتر. الاجواء دي بالنسبه للعيبه يا كابتن اسلام تتفرج على التمرين طبعا. حماس كبير جدا من اللاعبين. النهارده كان موجود بعض من افراد الجاليه المصريه اللي جايين، يعني في ناس جايه في مسافات، يعني النهارده بالمناسبه يا كابتن اسلام ناس جايه من هولندا مخصوص النهارده عشان تتفرج على التمرين للنادي الاهلي، مصريين مقيمين في هولندا، في مصريين مقيمين في لندن حريصين ان هم يكونوا موجودين للنادي الاهلي. يعني بسالهم قال لك لا احنا بنستنى النادي الاهلي يكون موجود في اي مكان ونقدر ان احنا نكون موجودين مع النادي الاهلي. النهارده ما مشهد يعني ما فيش مكان بنروحه ما بتلاقيش جمهور النادي الاهلي اللي بيرسم لوحه فنيه جميله جدا بتدل على قيمه وعظمه كيان كبير هو النادي الاهلي. طيب اخيرا يا فاروق، الحمد لله التمرين النهارده عدت على خير، الامور ماشيه بشكل جيد جدا، اذا الدنيا بكره هتبقى، اليوم بكره هيبدا ازاي؟ فطار اعتقد الصبح، ثم الاكتيفيشن اللي انت قلت عليها، ثم محاضرة، ثم تقسيمة، ولا في حاجة تانية؟
طبعا هيكون وجبة الإفطار في تمام الساعة 10:30، ثم فقرة التدريبات لمدة ربع ساعة، ثم وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة 1، هتكون في محاضرة لمستر مارسيل كولر، ثم التوجه بقى إلى ملعب التدريب اللي هيخوض من خلاله الفريق تقسيمه في تمام الساعة 4، ثم العودة إلى مقر الإقامة يكون تناول وجبة العشاء في تمام الساعة 8. طبعا بيتخلل هذا اليوم يا كابتن اسلام واحنا بننقل كل الكواليس من خلال شاشه قناه النادي الاهلي جلسات، طبعا بتبقى في جلسات استشفاء خاصه المكان اللي احنا موجودين فيها يا كابتن اسلام في افضل الاجهزه على مستوى العالم، يعني ما فيش حاجه انت بتحتاجها بره الملعب التدريب في جنب مقر الاقامه، ما فيش دقيقه دقيقتين يعني تشوف اللعيبه بتطلع على رجليها يعني لغايه ملعب التدريب. اعتقد الامور دي مميزه جدا، مسهله كتير جدا من الامور على الجهاز الفني سواء الجهاز الطبي، يعني كافه الامور. اعتقد يعني انا على المستوى الشخصي يا كابتن اسلام انا متفائل جدا بهذا المعسكر، يعني مردود ان شاء الله هنشوفه على لاعبي النادي الاهلي خلال الموسم هذا الموسم، وان شاء الله البدايه تكون من مباراه السوبر باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، وتغطيه رائعه كالعاده الحقيقه من النمسا من معسكر الاعداد للنادي الاهلي.